بنات مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. فرحانه اليوم متواجدين معكم فيديو جديد، فيديو اللي شحال نتوما كطلبوه ليا. شنو هي لا روتين اللي كنستعمل للوجه ديالي؟ غادي نوريكم دابا الروتين الليلي ديالي، شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل في الوجه ديالي باش كنظفو كنحيد منه الميك اب اللي انا كنستعمل، او بيان سور كنقوم بترطيب البشره ديالي حيت الترطيب مهم جدا بالنسبه للبشره حتى هو. قبل ما نبداو هذا الفيديو نقول لكم ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه الا كنتم مازالين ما مشتركينش بقناتي على اليوتيوب. ما تنساوش كذلك تخليوا لي طونز اب الى عجبتكم هذا الفيديو وهذا النوع من الفيديوهات باش نكثروا على القناه ديالي باليوتيوب. وما تنساوش كذلك تخليوا لي كومنت وديروا شير لهذا الفيديو الى عجبتكم، او مواقع التواصل الاجتماعي ديالي كاملين غادي تلقاوهم غير هنا. دونك ما تنساوش انكم تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي حيت ديما كنعطيكم الجديد عليه، بيسكو سي بلو رابيد انني ندير ستوري كانني ندير فيديو على اليوتيوب. ودابا يلا نبداو الفيديو. الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم غادي نقوم بتنظيف البشره ديالي ونحيد الميك اب. الصراحه ما سخيتش بعد الميك اب، واول حاجه خاصني نحيد نورمالمون هي العدسات حيت ما غاديش نديماكيا بهم، ما يمكنليش نقيسهم ان برودوي اللي غادي نديماكيا به. وانا كنستعمل للوجه ديالي ديجا بور كومونسي لوميسيلير، ما كيعجبنيش ننظفها انا بون تيكستور لي، ما كيعجبنيش ننظفها بكريمات هكاك، كنفضل ننظفها بما. وكنستعمل هاد بيوري دايغ تبان لكم مزيان اني كنستعملو بزاف حيت سهل هاد بيوري هذا و شاربون. هذا كناخذو من عند اسماء اكسسوري شوب الا كنتو غادي تاخذوه. اي دابا سالا لي هذا وقلت نجرب هذا او ميسيلير بيكين صودا توجو ديال لا ميم مارك بيوري، وحتى هو عند اسماء اكسسوري شوب. انا كيعجبني بزاف هذا، ولكن دابا غنجرب هذا ونشوف حتى هو واش يعجبني. ديرو كراش تيست اون ديريكت فوالا. نمشي نحيد العدسات ونرجع لكم. الا كان الامر كيهمكم هاد العدسات خديتهم من سفاكس فيزيون، واحد لوبتيسيان اللي كاينه في الرباط، وهما ديال لا مارك بيلا ايليت و ريفيرونس كريستال ان، هو اللون المفضل اللي عندي في العدسات صراحه. اذا كما كتشوفوا اول حاجه كنتبها هي حيدت لي لونتي بليني باسكو سينو ما نقدرش ندي ماكيا على خاطري كما كنبغي. ومن بعد نبدا بهذا، ومن يسالي هذا الخطره غنستعمل هذا. ديما خليو لو ميسيلير دخل مزيان لعينكم، خليوها واحد 20 ثانيه فوق العين ديالكم عاد مسحو حتى كيدخل مزيان البرودوي. الهالات السوداء، المشكل ديال الهالات السوداء عندي بزاف فاين. كتعجبني ريحتو. حيت الميك اب كامل اللي كاين في الوجه ديالي كنقوم بتنظيفه، وكنستعمل هاد سكراب ديال سانتيف بلاك هيد كليرين اللي هو مصيب بالويل دافاتي. دونك هذا هو اللي كنستعمل كينظف البشره وكيحيد منها دوك لي بوين نوار اللي كيكونوا في النيف ولا اللي كيكونوا سورتو مركزين في هاد البلايص. هذا ملي بديت كنستعمله صراحه لاحظت الفرق في وجهي، لاحظت انا الوجه ديالي ولا كيتنظف حسن وما بقاوش عندي لي بوين نوار بزاف في الوجه ديالي. دونك هو كيجي بحال هكا. البشره ديالنا استعملنا هذا مقشر البشره ديال سانتيف بلاك هيد كليرين باش حيدنا كما قلت لكم بعدا داكشي اللي بقى في المكياج كيتحيد، زائد بيان سور كيحيدنا لي بوين نوار وكينظف البشره عن عوق. من موراها انا ولا كيعجبني بزاف اني ندير لي ماسك للوجه ديالي حيت لاحظت الفرق في النظاره ديال البشره ديالي، يعني كتولي ماكو بلو لومينوز ملي كندير ليها دي ماسك. وكاينين ثلاثه ديال لي ماسك اللي كيعجبوني اكطويلمون، كل نهار كنختار اني ندير واحد.
كاين كيعجبني هاد لو ماسك دو ري ديال سكين فود. كاين هاد الماسك دو ري ديال سكين فود اللي كيعجبني. كيعجبني هاد الماسك هذا فلاور اند تونيك ماسك ديال ماريو باديسكيو. وكيعجبني هاد الماسك اوريجينز دراغون فروت اللي كاملين هاد لي ماسك خديتهم من عند اسماء اكسسواريز شوب. دونك معرفتش اين واحد غادي ندير اليوم. ما كرهتش هنا كون كان تفاعل ما بيناتنا باش تختاروا معايا. اين واحد بغيتو تشوفوني؟ بغيتوني نشوف ندير الخضر ولا البيض ولا البوز؟ هذا خضر، هذا بيض، هذا خضر، هذا غوز، وهذا بيض. عندي لكم جهه باسك دو ري وجهه دراغون فروت حيت ما عرفتش شنو نختار. نورمالمون ممكن ندير ماسك واحد في الوجه ديالي، مي دابا بور لو فان ليتس دو بوث. A few minutes later. Après, بالنسبة لهاد الماسك ولا هاد الماسك، en fait ça c'est bien انك كتبقى تدور هكذا بحال كتدخلو مزيان للبشرة ديالك عاد كتمشي تغسلو. Que ce soit هذا ou le masque de riz, c'est la même chose. حيت دوك الحبيبات الصغار اللي فيه كيزيدو نقيو لك ديجا البشرة ديالك، وثاني شي كيدخل لك لو برودوي مزيان للوجه ديالك باش كينظفو لك احسن. Notre masque اللي نسيت ما هضرت لكمش عليه وتا هو كيعجبني هو هاد لو كوكو كلير ديال هيلو بودي. تا هو سي ان ماسك جادور نديرو، جو تروف كو كيعطي واحد الجلو زوين للوجه. تا هو مورا ما كندير دونك هاد الماسك شنو كندير في الوجه ديالي؟ كيعجبني ندير المورد ومن بعد كندير سوا هاد لوسيون تونيك الا كان وجهي ما فيهش الحبوب. الا كان وجهي فيه الحبوب كندير لو بريسيوز. أو لو تونيفيون كيما قلت لكم كندوز لا بارتي ديال ليدغاتاسيون ترطيب. وانا في كو اكطوالمون عندي واحد الحبيبات في وجهي صغيورين تحت البشره وكنحاول نداويهم، ما كنحاولش نستعمل شي مرطب زعما اللي عاد غادي نكتشفو. كنستعمل هذا ديال نوغيفا خديتو من بارا فارماسي، وهذا كيحيد جوستمون دوك الحبيبات الصغار نورمالمون اللي كيكونوا تحت البشره. هو سوان انتي امبيرفيكسيون كيما قلت لكم، انتي بوان نوار و انتي بوتون، يعني كيحيد دوك لي بوتون نورمالمون اللي كيكونوا تحت البشره، ولكن ما كيقومش بترطيب البشره. داكشي علاش غادي ندير شويه ديال هاد السيروم ديال كيلز ميد نايت ريكوفري، وهذا مرطب زوين. كونتور دي زو ديالي كنستعمل جوج ديال لي برودوي اللي كيبان ليا انهم عاونوا على ان ينقص ليا الهالات السوداء تحت عيني، وعلى انه ما يبقاوش دوك لي بتيت ريديو اللي كيكونوا تحت العين. وهاد لي دو برودوي اللي كنستعمل واللي انا صراحه عاجبني هاد الساعه هو هاد اوزي ناتورالز وهاد سيروم على كافيين دي اورديناري. الهدف ديالو هو يحيد الهالات السوداء، هذا الهدف ديالو هو يحيد الهالات السوداء، وهذا كيساعد على ان لي ريدول ما يبانوش او لا انه ينقص منهم، ينقص من الحده ديالهم. هذا اللي كديرو تحت عينك كتحس بحال ملي كينشف لك على الكونتور ديزيو ديالك كتحس بحال الا
كيجبد ديك المنطقه كتحسبي بحال التغاي في ديك المنطقه دونك داكشي علاش نيت انا كنبغي ندير من موراه هاد السيروم باش كيهيدراتي هاد لا زون. مور ما هيدراتيت لو كونتور دي زو ديالي كندير ليدراتاسيون دو لا بوش وكنستعمل هذا الكولاجين. من بعد كنستعمل مافالا باش كيطول لي وكيكتف ليا لي سيل ديالي وانا الصراحه كنديرهم حتى في لي سوغسيل كنستعملو حتى هنا واخا هو نورمالمون غير دانا. كنكون ساليت كتبقى مرحله وحده الا كانوا فيها هاد الحبوب بحال هكا كما قلت لكم فيها شي حبيبات صغار هنا شي حبيبات صغيرين هنا كنستعمل ولا بد الحاجه اللي كتحيد ليا الحبيبات من الوجه ديالي والحبوب سورتو اللي كيكونوا كبار كتحيدو من الوجه. تي تري اويل اللي كندير كل نهار ولا كنقدر نزقلها حيت كنعكز دونك كنقدر مينيموم كنديرها واحد الربعه ديال المرات في السيمانه. مؤخرا علمت كنديرها اربع مرات في السيمانه مني كثر فيا الحبوب ولاحظت ان التان ديالي ولا تيرن قررت اني نتاتاكا البشره ديالي باش تولي نضره وما يبقاش هذوك الحبيبات وداكشي دونك هذه ولات لاوتين ديالي كوتيديان اولا اربعه ديال المرات في السيمانه. هادشي اللي وليت كندير. الا بغيتو لا روتين ديالي ديال الصباح ما تنساوش طلبوها ليا اون كومونتير باش نديرها لكم. وعندي واحد البرودوي اللي كنستعمل زوين انا عجبني وراح حط الفرق في لو طون ديالي بالاستعمال ديالو اللي كنستعملو في الصباح. الا بغيتو تعرفوا شنو هو ما تنساوش خليو ليا كومنت لتحت نقراكم وندير لكم فيديو جديد على روتيني ديال الصباح. ندير لكم بوزه كبيره ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جايه. سلام عليكم. هي عاودت ما كيت كنت ولا معكم هذا الاخر الفيديو سجلته في الاول الفيديو باش نقول لكم ما تنساوش تدعموني بطامز اب الى عجبتكم هذا الفيديو باش نكثر من هذا النوع ديال الفيديوهات على القناه ديالي. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه الى كنتو مازال ما مشتركينش. خليوا الكومنت ديالكم وشير هذا الفيديو اللي عجبتكم مع صحاباتكم اي ما تنساوش كذلك انكم تكونوا حاضرين معايا في مواقع التواصل الاجتماعي نوتامون انستغرام كنحط فيه كلشي حياتي. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. ندير لكم بوسه كبيره ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.